بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. تقدم الكلام أيضا على هذه الآية، ونكمل الكلام على ما يؤخذ منها من أحكام. فيؤخذ من هذه الآية أن من ارتد ولم يتب إلا عند الموت فإنه لا تقبل توبته، لأن معنى قوله كفروا بعد إيمانهم أي ارتدوا، فالكفر بعد الإيمان ردة، والردة تكون بأمور كثيرة تسمى نواقض الإسلام، أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، كالذي يدعو غير الله ويستغيث بالأموات ويلجأ إلى الأضرحة في تفريج كرباته قضاء مهماته، ويسمي هذا توسلاً وطلبا للشفاعة، كما كان المشركون من قبل. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فحجة الجميع واحدة في أول الزمان وفي آخره، يعبدون من دون الله بمعنى أنهم يستغيثون بالأموات ويستنجدون بهم في المهمات ويذبحون لهم وينذرون لهم عند قبورهم، كما هو واقع اليوم عند الأضرحة. فهؤلاء ارتدوا عن الإسلام، وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، إلا أنهم أفسدوا ذلك بالشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط العبادة ويفسد التوحيد، ولو كان صاحبه يتظاهر بالتوحيد وكلمة التوحيد، إلا أنه بمزاولته هذه الأعمال الشركية يكون مشركا، ولا عبرة بصلاته وصومه وحجه حتى يتوب إلى الله ويصلح عقيدته من جديد. فمعنى أن معنى قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا أي استمروا على الردة حتى ماتوا. ثم ازدادوا كفرا يعني استمروا على الردة حتى ماتوا ولم يتوبوا، فهذا مصيرهم. أو لم يتوبوا إلا عند الغرغرة، فهذه توبة لا تقبل كما صح في الحديث. ثانيا، يؤخذ من الآية أن هذا الذي ارتد عن دين الإسلام وهو يظن أنه على الإسلام أنه خاسر في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: وأولئك هم الضالون. الضال معناه الذي يسير على غير طريق، على غير هدى. فهذا المرتد أصبح يسير على غير طريق، ترك الطريق الذي ينجيه من عذاب الله وارتد عنه، فصار من الضالين الذين يسيرون على غير طريق، بل على طريق مهلكة. ودل على أن من
دلت الآية أيضا على أن من أفلتت يده من دين الإسلام فإنه خاسر، ولو تجمعت عنده الدنيا بحذافيرها، ولو كان يملك الملايين والمليارات ويملك العقارات ويملك الأرصدة الضخمة، أو أنه ملك الدنيا، فإن ذلك لا يغنيه من الله شيئا ولا ينفعه عند الله مثقال حبة خردل، لأنه ليس معه إيمان وتوحيد فهو خاسر. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وهذا شيء معروف في كتاب الله عز وجل. ثم قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فهؤلاء الذين يستحقون النار يوم القيامة ويخلدون فيها على قسمين: قسم الأول الكافر المرتد الذي مات على ردته، والقسم الثاني الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام أصلا. مصير الجميع واحد، وهو النار التي يخلدون فيها أبد الآباد. يؤخذ أيضا من هذه الآيات أن الأعمال بالخواتيم، أن العبرة بالخاتمة، فمن ختم له بالخير صار من أهل السعادة، ومن ختم له بالشر صار من أهل الشقاوة. من ختم له بالخير ولو كان في جميع عمره على غير الإيمان، إذا وفق للتوبة ومات عليها صار من أهل الجنة. ومن كان يعمل الصالحات والقربات ولكنه عند الوفاة ارتد عن دين الإسلام، عرض له عارض من الدنيا أو من الفتن فصرفه عن دين الله فمات على ذلك، هذا يحبط عمله كله الذي كان عليه. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن فالعبرة بالخواتيم، ومن ثم يجب علينا أن نسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام، وأن لا نعجب بأعمالنا ونزكي أنفسنا، لأن المصير عند الموت مجهول لا يعلمه إلا الله، فعلينا أن نخاف مهما عملنا من الأعمال الصالحة، فإننا لا نثق من أنفسنا ولا نزكي أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها عند هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يعملون الأعمال الصالحة ويخافون ألا تقبل منهم.
فالإنسان لا يغتر بعمله، لأنه لا يدري ماذا تكون خاتمته، ولا يدري هل أعماله متقبلة عند الله أو أن هناك ما يمنع قبولها. فالإنسان مهما عمل فإنه يعتبر نفسه مقصرا، فيزداد من الأعمال الصالحة ويرجو من الله الرحمة، ولا يعطي لنفسه الحكم النهائي وأنه صار من أهل الجنة، لأنه لا يدري ماذا تكون خاتمته. فالأعمال بالخواتيم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على دينه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى يوم نلقاه، غير مبدلين ولا مغيرين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.